معانا تليفون برضو يعرفنا ازاي وليد بوشنافة، طبعا وكيل اللاعبين الكبير، ومن خلال تواجده هنا في شاشة قناة النادي الاهلي بنرحب بيه. وليد، مساء الخير عليك، منورنا في شاشة قناة النادي الاهلي وفي برنامج المحترف. احنا متشرف كثير انكم حاضر معاكم كابتن ومع كل جمهور الاهلي العظيم واهل العرب واهل افريقيا. شرف كبير لي اكون ضيف في الحصه اليوم. احنا اللي سعداء بوجودك معانا. كنت بتكلم في نقطه مهمه جدا، طبعا انت عارف قد ايه سوق الانتقالات الصيفيه خاصه في اوروبا مشتعل، وقد ايه دور وكلاء اللاعبين في اتمام الصفقات، في فشل صفقات، في اتجاه لاعب الى دوريات مختلفه. عايز اعرف رايك في دور الوكلاء وخاصه في اوروبا في الترانسفير ماركت الصيفي الموجود دلوقتي. حاليا دور الوكيل هو دور كبير كبير جدا للاعب كرة القدم. كما نرى أن كثير لاعبين بمستوى متوصف وبوكيل كبير أصبحوا لاعبين في فرق عالمية ولاعبين بمستوى جيد وبمستوى كبير بسبب وكلاء أو بسبب اختراع أو بسبب عدم اختيار الوكيل المناسب في البلد المناسب. اللاعب لم يلعب في دوريات كبرى أو في فرق كبرى. أنا بالنسبة لي الرئة الكبيرة للاعب كرة القدم حاليا هو الوكيل، الوكيل هو المحامي، هو المنظر، هو الأب، هو الأخ، هو كل شيء. كما قلت هو بيسير كل ما يتعلق باللاعب خارج المستطيل الأخضر. نعرف أنه كثير من اللاعبين وبالأخص لاعبين من أصول عربية ومن أصول إفريقية عامة سببهم وسبب عدم بروزهم وسبب عدم لعبهم في فرق كبيرة هو عدم اختيارهم للوكيل المناسب الذي يمكنه تغيير المسيره الكرويه. واحسن مثال هو اللاعب الجزائري رياض محرز، انه رياض محرز لم يحول من لايستر سيتي وكيل اعماله لانه كان في ذلك الوقت قد بقي مع وكيله الاصلي الذي حوله من فرنسا للدوري الدرجه الثانيه الانجليزيه. غير انه تغيير الوكيل او دخول الوكيل في صفقة مع وكيل كبير في إنجلترا جعل رياض يمضي في مانشستر سيتي ويتواجد في اهتمامات نوادي كبرى. الوكيل هو الذي غير. هي السؤال هنا، السؤال هنا وليد، السؤال هل فعلا يكون دور الوكيل اللاعبين، هل هو فعلا اللي قادر على تحديد وجهة اللعيب من خلال تغيير النادي او تغيير البلد نفسها؟ يعني على سبيل المثال ممكن جدا الوكيل يقعد مع اللاعب يقول له انا شايف ان وجودك مثلا في الدوري الفرنسي او الدوري الالماني يكون افضل ليك. هل ده من ادوار الوكلاء اللاعبين ان هو كمان يحدد وجهه اللعيب بشكل خاص؟ بالطبع. احسن مثال هو اللاعب البرتغاليه وجورج مانديس كما فعل مع عديد من اللاعبين البرتغاليه واللاعبين البرازيليه. شفناهم هم من الدوري البرتغالي لاعبين انتقلوا لفرق غير معروفه في روسيا، مثلا كفريق روبين كازان او في فريق دينامو موسكو، بالرغم من تواجد اتصالات من فرق اوروبيه اخرى. وهنا نعرف ان اللاعب كان ان اهتمامات اللاعب كانت اكثر من الاهتمام بالجانب المالي، وعلى حسب متطلبات اللاعب وعلى حسب قوه الوكيل هنا يكون التدخل المباشر او غير المباشر. مثلا وكلاء كجورج مانديس او كيا جون رابشون او مينو ريولا يحددون انتقالات اللاعب، غير ان الطبقه المتوسطه من الوكلاء العامه في اوروبا بيكون تحديد ليس مباشر، بيكون تحديد بجانب ذكي مع مراعاه الجانب العائلي للاعب مع احصاءات المنتخب الوطني لاعتبارات اخرى مباشره او غير مباشره. طيب عايز اخد النقطه ديت ونروح لحالنا هنا، ويمكن في شمال افريقيا عندنا مواهب كتيره جدا اذا كان في مصر، تونس، الجزائر، وكمان على مستوى الدول الافريقيه، ولكن يبقى الايجن، يبقى وكيل اللاعبين هو يمكن احد العوامل اللي بتعطل انتقال اللاعب الى دوريات كبيره. ويمكن عندنا امثله كتيره جدا، واحنا بنقول دايما من خلال المجتمع الصغير الرياضي في كره القدم بيقول لك والله اللاعب فلان الفلان لو كان معاه ايجنت كان بقى في حته تانية. عايزين نعرف احنا واقفين فين كايجنت، وحضرتك وكيل لاعبين احنا واقفين فين من هذه المنظومه المحترفه جدا على مستوى اوروبا؟ اظن انه فيه نسبه كبيره من الحقيقه في هذه، لكنه غير انه تسويق اللاعب الشمال افريقي
صعب لانه اللاعب الشمال افريقي اولا ترتاح ماليا في شمال افريقيا، انه انا حسب رايي كوكيل اعمال انك تلعب في الاهلي المصري مثلا صحيح 100,000 متفرج او في الوداد البيضاوي او في مولودية الجزائر احسن من ان تلعب في فريق مغمور في بلجيكا او فرنسا، لانه اللاعب الشمال افريقي انا اشبهه كثيرا باللاعب المكسيكي، احنا بنشوف اللاعب المكسيكي بيعمل كاس عالم كويسه على الاقل في الربع النهائي من كاس العالم، غير ان تسويق اللاعب المكسيكي ليس بذلك القوه، لان الدوري المكسيكي دوري قوي دوري صحيح. هي عوامل كثيره يا وليد، عوامل كثيره جدا جدا بتخش في عمليه تسويق اللاعبين، وكمان هل بتساعد الايجنت انه يسوق اللعيب بشكل افضل او بشكل يعني يكون يعني يديله أولوية أنه يلعب في التوب تيمز أو في الأندية الكبيرة، ده موضوع كبير وإن شاء الله هيكون لينا مداخلة معاك لأن أنت عندك خبرات كبيرة جدا في هذا المجال، إن شاء الله تكون موجود معانا. بنشكرك شكرا جزيلا وليد، طبعا أحد وكلاء اللاعبين المتميزين، إن شاء الله يكون معانا في لقاء آخر في المحترف. شكرا جزيلا وليد.